خلينا ننتقل لصورة جديدة ونشوف. علي رشم شاعر راحل. علي رشم اكو شيء اكبر من الكلام. نعم. علي رشم مو وقته مفتقده اكيد، يعني مفتقده ومشتاق له هواي. كانت تطلع ويا علاقه قويه ويا، يعني طلعات قعدات روحات جيات. طلع احمد علاوه من الناس اللي يفرض محبته على اي شخص، ايش قد ما بعدنا عنه، ايش قد ما نكون نلقى نفسنا نحبه من بعيد، نلقى نفسنا دائما نذكره بالخير. لو مو هو يعني ما تمنينا، انا ما اتمنى الموت لغير واحد، بس مو علاوي، ما اتمنى يعني علاوي من الناس اللي تتباهى بهم كشعراء، من الناس اللي تتباهى بهم كاشخاص، لان مو هين اللي سوى علي رشم. خلينا ننتقل لصوره اخرى، واكيد دمعتك غاليه يا رائد يا ابو فتيان.